أنا اسمي جمال، من منطقة شعبية، من أسرة فقيرة أو متوسطة. وجه في يوم من ذات الأيام واحد جاء قال لي، صديق ليا قال لي في واحد سعودي أو في واحد خليجي عايزك كده، ممكن تسافر بره تعمل. قلت له حاضر. المهم رحت عملت شوية تحاليل، ففوجئت إن الدكتور بيناديني بيقول لي أخ جمال. قلت له نعم. قال لي أنا آسف إن أنا أقول لك إن أنت مش هتقدر تسافر. فقلت له ليه، في إيه يا دكتور؟ قال لي أنت عندك حاجة اسمها اتش أي بي. فأنا ما أعرفش يعني إيه اتش أي بي. قال لي نقص مناعة. قلت له يعني إيه؟ قال لي إيدز. وقعت في الأرض وقعدت أصرخ والطم على وشي. فلما روحت البيت فقالت لي مالك وإيه اللي معورك في وشك؟ فقلت لها مفيش أي حاجة. فاعترفت لها وقلت لها الحقيقة، قلت لها في كذا كذا كذا. وقدامك حاجتين، يا اما نتطلق يا اما هسيب لك البيت وهنتحر. فقالت انت بتفتكر لو المرض ده جاني انا كنت انت هتسيبني؟